الحمام الكذاب. معايا الاستاذ المصور الكبير الاستاذ رامي حبيبي يعني وجاري، قال لي حمام كذاب، هو كمان الحمام بيعرف يكذب؟ مش عجب هو يعني، ما خلوه كمان الراجل يقول اللي عنده. يعني ايه حمام كذاب؟ يعني بنجيب الفراخ نحشي اللي في خد بتاعته حشوه الحمام، دي معناته حمام كذاب، بتبان في الطبق شبه الحمامه ولكن هي مش حمامه، هي ورك فرخه. حلو الكلام؟ عشان نفهم الاسم جاي منين. والاسم اذا مزعلكم خلونا فراخ محشيه مخليه، هنعملها ازاي؟ بحشوه الحمام. الاهم في الموضوع ده كله ان انا اعمل حشوه فراخ بالرز بالكبد والقوانص والقلوب اللي هي الحلويات بتاعه الفراخ، وبالتوابل بتاعه شيف، ونص جوز الطيب والحبهان، ونظبط الاداء. نشوف المقادير على الشاشه مع بعض، والصورة الحلوة دائما على شاشة النايل لايف تتحدث عن نفسها. الحمام الكذاب او الفراخ المخلية المحشية مقاديرها على الشاشة جميلة جدا وبسيطة وسهلة. عبارة عن فرخة وزنها تقريبا كيلو او كيلو 200 جرام، شوية كبد وشوية كلاوي. حاضر يا فندم. ومعانا كمان واحد كوب رز مصري، ومعانا كبد وقوانص، بصل ناعم، سمنه وملح وفلفل، قرفه، جوز الطيب. ده المقادير الحشو. الشاشه قدام حضراتكم والمقادير زي الفل. هنبدا نشتغل مع بعض. الرز المصري مع الكبد والقلوب والقوانص، مع الفرخه الجميله اللي وزنها كيلو والجرنش بتاعها، مع بصل ناعمه، مع جوز الطيب، مع توم. تعالوا نعمل الحشوه بطريقه شيف ورز، هنعملها مع بعض ازاي. حلو الكلام. تعالوا نشوف الفراخ الحشوه الاول نعملها، وبعدين نشوف الفرخه نشتغل فيها ازاي. هجيب طاسه على الدار كده، بسم الله الرحمن الرحيم، واحط معلقه سمنه بلدي، معلقه سمنه بلدي. حلو. بصلايه ناعمه، شوح البصلايه دي كده زي الفل. نحط مع البصلايه دي يا عم الشيف اول حاجه القرفه الناعمه. الرز ده عنوانه قرفه ناعمه، عنوان الطبق الرز ده او الحشوه الرز ده قرفه ناعمه وفلفل اسود. قرفه ناعمه يا شيف وفلفل اسود، مع شويه بابريكا بقى. حلو الكلام. وشويه كركم صغيرين، الله، بقى شويه زعتر حلوين كده، وشويه كمون صغيرين، كميه قليله جدا. حلو الكلام. دي الحشوه، دي البصلايه اللي حضراتكم، ولكن القرفه هنا بزياده شويه. هنقلب كل ده مع بعضه، هنشيل ده من هنا كده علشان هنستخدمه دلوقتي مع بعض. حلو الكلام. هنعمل ايه النهارده يا شيف مع الفراخ ديت او مع الحمام ده؟ او هنعمل ايه مع الفراخ اللي هي على شكل حمام؟ هنعمل شوربه خطيره جدا، شوربه القرع العسلي بالقرفه. طبعا النهارده القرفه مسيطره على الموضوع. القرفة لها فوائد كتير، وده طبعا وسائل البحث دلوقتي بسيطة وسهلة دون أن تستشير طبيب. تستشير طبيب لو في مشكلة، ولكن انك تعرفي فوائد القرفة، فوائد الجنزبيل، فوائد أي نوع من أنواع البهارات الجميلة اللي بتدي مذاق حلو للأكل، عن طريق طبعا بنخش على السوشيال ميديا أو بنخش على جوجل ونقعد نبحث ونكتب بس فوائد القرفة، هتطلع لك في 20 30 40 فايدة، وكل فايدة بتتكلم عن نفسها. من فوائد القرفة إن هي مفيدة للقلب، ده رقم واحد. رقم اتنين، السعرات الحرارية بتاعتها اللي موجودة بتحرق الكوليسترول اللي موجود في الجسم. مشروب القرفة بالجنزبيل في الشتاء بيدفينا، فالقرفة لها فوائد كتيرة واحنا محتاجين لها في الشتاء، فانا زودت القرفة في الحشوة بتاعتي. ابدا هنا معايا ليمون، هاخد الليمون ده كده خليه على جنب، واخد الكبد والقوانص والحاجات الحلوة الحلويات دي كده، اقطعها مع بعض ايه قطع صغيرة عشان ما تبقاش جوه الفرخة كبيرة. الله على الشاي، الله يسلم ايدك يا ام فرح، هات لي شويه شاي حلوين والنبي. حال بعد اذن الاستاذه كريستين طبعا مخرجتنا الجميله. عزماني بقى على شويه ايه؟ شاي بالياسمين. الله الله. حلو. هناخد الكبد والايه والقوانص، هنقطع كده القوانص يا عم رامي. رامي في الاخر عايز يشوف ايه الحمام الكذاب. ناخد القوانص كده زي الفل. اللهم صل على النبي. حلو. كل دول مع بعض، كل دول مع بعض. الله الله. هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد فص ثوم ناعم
الله، هو ده الشقاوة، شقاوة مطبخ اهو، فص توم ناعم مع الكبد والقوانص الجميلة الحلوة دي كده، وانزل بيهم على البصلة. يا مدلعني يا شيخ، حلو قوي، حلو، الله الله الله، اهو هي دي الشقاوة. مش هحرمها من قرن فلفل حار في دي الشاي، تدونا فرصة نشرب الشاي. مش هحرمها من ايه؟ من قرن فلفل حار. الله، هو ده ينزل هنا مع الكبد الكلاوة بتاعتنا، ننزل بالرز المصري. اللهم صل على النبي. الله، شوية رز عجب عجب، حلو. كل ده مع بعض يا عم الشيف، الف هنا وشفها، شايفين دي الحشوة اهي. اللهم صل، شوف القرفة غيرت شكل الرز ازاي، خلى طعمه جميل جدا. نقلب الملح فين يا عم الشيف؟ شوية ملح حلوين كده محترمين، حلو الكلام. اللهم صل على النبي. نقعد نقلب الخليط ده كله مع بعضه. ما ننساش كمان حاجة حلوة، بشرة جوزة الطيب معايا هنا، هي زي الفل. فين المبشرة يا عم الشيف؟ تسلم ايدك. لا ما بتنيمش والله، استاذه رشا بتقول جوز الطيب كترها بينيم. لا، هي مشكلتها ان احنا بعد ما بنشربها مع الشوربه بتعمل عمليه استرخاء للجسم، ولكن لها قيمه غذائيه عاليه جدا، بتساعد على تنشيط الدماغ الذاكره. جوز الطيب اهي، ماشي، ما تكتريش منها اهي، زي الفل. خدنا جوز الطيب حطيناه مع الرز بتاعنا. الله الله، شغل جامد قوي، حلو. هسيبهم على النار كده ونظبط الاداء. تعالوا نتكلم على حاجه بقى، الفراخ دي هنحشيها ازاي؟ في طريقتين. الفرخه معايا هنا ممكن احشيها بنفس الشكل كده زي الفل، بتبل الفرخه بشويه بهارات حلوين، ملح وقرفه وزي الفل، وبحشي الفرخه بتاعتي مفيش اي مشكله مع حضراتكم اهيت، اللي هو ان انا بقفلها من هنا كده بخيط، ببدا احط الحشوه هنا بعد ما بتبلها من جوه بالقرفه والملح، واحط الحشوه بتاعتي واقفلها بتوزبكس، واحطها في بوكيه جرنيه من الميه والكرفس والجزر والبصل، حله بتغلي على النار، وبسقط الفرخه دي في قلبيها زي فكره عمل الحمام. في الحاله دي بتبقى فراخ محشيه، حلو الكلام. ولكن انا معايا من الوقت البرنامج بتاعنا تقريبا ساعه، عدى تقريبا 15 دقيقه او 10 دقائق، انتوا عارفين، فانا عايز اعمل الفراخ دي مخليه. اخليها ازاي واحشيها ازاي؟ ده احنا هنشوفه مع بعض، يعني ايه فكره الحمام الكذاب. هناخد الفرخه بتاعتنا ونسيب الحشوه كده على النار بتستوي، ونحط لها شيشاء من الميه، شويه ميه صغيرين، عشان ناخد البهارات الجميله اللي موجوده فين؟ مع الرز. اوعى وشك، هو ده الكلام، كل ده مع بعض. فين الشاي؟ حلو الكلام، اهو هات يلا، كل ده مع بعض، هو ده. الله الله، حلو، شايفين الجو ده كده؟ تمام، سيب الخليط ده كله على النار، وتعالوا نشوف الفرخه نتعامل معاها ازاي بحرص شديد جدا. سكينتك لازم تكون حاميه، عشان هنمسك الفرخه دلوقتي دي نسحبها، بعد ما نسحبها هنقطعها نصين، ونخلي الفخذ لوحده مع الصدر، وكل فخذ مع صدر، ولكن تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي سريعا. حلو الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بمسك الفرخه تحت، اخليها كده بالصلاه على النبي، تنام على جنبها اليمين ويبقى ظهرها ليا، حلو الكلام، عشان تسحبها مظبوط. ونمسك الجناح من فوق وبالسكينه اللي احنا بنحميها دي كده، ونصلي على رسول الله. اوعى تعوري ايدك. هي عارفه السكينه ماشيه فين، عارفه سكتها، اهم حاجه تبعد عن ايدك. شايفين اهو الفخ ده، اهو ده ايه الورك بتاعنا، ونيجي هنا كده بالراحه خالص. اللهم صل على النبي. لغايه كده مرحله تمام اهو. عورك بالسكينه، زي الفل، تمام، زي شاي بالياسمين. تسلم ايدك يا استاذه كريستين. هنيجي نعمل نقلب الفرخه بتاعتنا كده، ونفس القصه، ناخد الفخد كده اهو، سكينتك تكون حاميه. والسكينه اللي تسحب بقى الفراخ لازم تكون سكينه صغيره. يعني ايه النقطه دي؟ مهمه جدا يا استاذه كريستين بعد اذنك، يعني ما نجيش نسحب فرخه بسكينه زي كده، حتى لو انت يعني جزار كبير قوي. ليه؟ السكينه الكبيره
طيب السكينة الكبيرة بتدي فرصة ان احنا نسيب لحم من اللحم بتاع الفراخ مع العظم، طبيعي لانها بتتحكمش وبتخشش جوه يعني بالظبط واحد لو كده راكب موتوسيكل مش بيخش الحواري الضيقه ملوش دعوه باشارات المرور والزحمه، ولما يكون راكب عربيه فخمه بقى ولا عربيه بقى عاليه فالطبيعي لازم يلتزم بالايه؟ بالسيره، حلو؟ او بالطابور او بالمرور او بالاشاره او عايز مكان واسع. السكينه الصغيره بتمشي فين؟ في الحواري بتاعه الفرخه كده وتسحبها لك زي الفل. شفت؟ شفت؟ زي الفل. اخبار الخلط ايه؟ هو ده الكلام، ادي الخلطه بتاعتي. افضيها كده عشان نشوفها مع بعض عشان تبرد، ما انا عايزها تبرد شويه عشان اعرف اتعامل معاها. حلو الكلام. وفي نفس الوقت كمان لازم ايه يا شيف؟ هو ده، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ادي الخلطه بتاعتي الجميله الحلوه زي الفل. عملنا خلطه الفراخ الجميله، باخد شويه دول حلوين كده. الله على الريحه، ريحه القرفه قويه جدا. ادي الحشوه بتاعت الفراخ، اللهم صل على النبي، زي الفل تمام. نكمل موضوع الفرخ. بسم الله. والسكينه لما تكون حاميه هتمسكيها بقى وايه؟ وتشتغل لوحدها. شايفه؟ هي والله السكينه ماشيه لوحدها. حاميه. شوفي كده اهو. خدها كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله، شايفين؟ لو سكينه كبيره هنسيب لحم في الفرخ. الله 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 الله، هو ده. حلو الكلام. عمنا ده بقى ايه؟ يكون في يوم عندك فراخ محشيه، عندك حمام محشي، بتحطي دي مع الكرفس مع البصل مع الثوم، تديكي بيون او تديكي تيست عالي جدا، اللي هو التيست بتاع الفراخ او شوربه الفراخ. وما تستخدميش مكسبات الطعم الصناعيه، ما احناش عارفين هي جايه منين. ودايما بقول الكلام ده، عندي الفرخه هي زي الفل، اللهم صل على النبي. حلو. حمام الكذاب جه منين؟ انا قطعت دي نصين. حلو قوي. ونخلي نص على جنب كده ونشتغل في نص. اللي هنعمله في ده هنعمله في ده باذن الله. هنمسك الفرخه بتاعتنا دي كده ونمسك الايه؟ الفخد ده كده، ايه؟ قصدي الصدر ده كده، نظبطه كده. نكبره عشان هنضرب عليه بالمطرقه ونكبره شويه عشان هياخد الفراخ هنا ونحشيها. شفت الجو ده كده؟ طيب ونيجي على الفخد ده كده، ركزوا معايا بقى، شوف هنعمل ايه؟ حلو قوي اهو. حلو. واجي هنا واخد الايه؟ اللهم صل على النبي. واخد دي كده، حلو، سكينه صغيره كده، واخلص من دي كمان. حلو قوي يا عم الشيف. شفت الجو ده كده؟ لغايه كده وستوب. عندي الفرخه اهي جاهزه زي الفل. همسك ده كله بقى ايه؟ بالمطرقه بتاعت اللحم وابدا اكبر الايه؟ الفراخ دي. فين المطرقه يا شيف؟ اهي، الله ينور يا ام فرحه. اهي وكيس بلاستيك، وتعالوا نشوف هنشتغل ازاي مع بعض على الرخامه. والله ما هي الاكل دي فيها شويه شغل يعني بصراحه. ده كيس كده هنخليه كده، وده كيس كده هنخليه كده، اللهم صل على النبي. ومعايا واحد فوق نخليه على جنب كده، اللهم صل على النبي. وناخد الفرخه دي كده ونحطها كده. حلو. ونمسك الكيس ده كده عليها ونبدا نوسع الايه؟ المسائل. ما انا عايز اعمل ايه؟ حاجه زي الفطيره كده، حاجه زي العجينه كده، افرتها علشان تاخد معايا من الحشو. عرفتوا بقى؟ امسك انا بقى الورك ده بعد ما احشيه بقى، الاقي ماسكه في ايدي كده وازاي الايه؟ الحمامه. حلو الكلام. واعتبر ان الورك ده هو رجل الحمامه. اللهم صل على النبي. عينيا يا باشا. شايفين؟ ادق كده بالراحه خالص عشان ما تجرحهاش، عشان انا هحط حشوه هنا دلوقتي عشان حضراتكم تبقوا عارفين، واستعين بالجلده والفها كده رولد، هيبقى ده الجناح بتاع الحمامه وده الرجل بتاع الحمامه. بس طبعا انا هقعد اخبط شويه كده مع نفسي، ولكن هوعد حضراتكم ان انا مش هحشيها ولا احط الخلطه الا مع حضراتكم. لما الاستاذه المخرجه قالت لي راسي وجعتني يا شيف، ارحمني بقى. طب اعمل ايه؟ ما لازم افرتها كده اهو. شايفين؟ ولكن الكيس البلاستيك هنا هيساعد عليا يا شيف، هيساعد على ان انا افرد الفرخه دي كده بالشكل اللي انا عايزه. والله لو عايز اوسعها قد كده اعملها. بس هنا بقى في حاجه اتكلم عليها مهمه جدا.
انت عايزه تعملي ايه بالظبط؟ عايزه توسعي صدر الدجاج او قطعه اللحم اللي في ايدك تخليها شكل الفطيره الحلوه، واخدين بالكم؟ تخبطيها منين؟ من الناحيه الجامده دي اساتذه المصورين ديت، دي بتساعد بسرعه، اما ديت بتخليها محلها سرها مش اي نوع لحم. تاني لو انا بدق حته اسكالوب لحمه اللي هو اللحم البتلو ما بيستحملش ديت، بيستحمل ان انا اخبط عليها وان انا افرتها بواسطه اللحيه الملساء. اما لو بفرد فراخ زي كده صدور فراخ او ورك فرخه خليته في الجلده بتاعته، فانا بفرتها بالناحيه اللي فيها نقط زي كده اللي هي مدحرجه او خشنه، شايفين الجوده كده بتفرق. عشان كده لما عملوا الشاكوش ده او المدقه ديت عملوها بالشكلين دول، كل حاجه لها استخدام. حلو الكلام. في ليه السمك لما تحب برضه تفرديه علشان تعمليه بانيه ما تخبطهوش بديت، ما ينفعش تخبطيه بالايه او تخبطي عليه بالناحيه الملساء. حلو الكلام. اما الفراخ هتعمل ايه هنا؟ بديت كده اهو، شايفين؟ اه واللي ما يسمعش الكلام نديله ايه على راسه حتى لو كان ابراهيم. لا حدش عارف ابراهيم مين، ده ابراهيم واحد صاحبي. هنمسك ده كده مع بعض زي الفل. شفت بقى ازاي؟ اللهم صل على النبي. حلو قوي. تعالوا مع بعض بقى ايه نفرد. طبعا عشان المها هتبوظ مني، واشيلها ازاي؟ في خطوه تانية نخلي دي على جنب كده اهو كده. حلو الكلام. وتعالوا نعمل واحده تانية مع بعض ونشوف المرحله اللي بعد كده. بتجيب ورقه فويل ونحطها ونلف الفراخ بتاعتنا بورقه الفويل زي الفل، وفي الاخر بنعمل لها البوكيه جارنيه على النار. واكسب وقت كده وانا مع حضراتكم علشان تطلع معايا بسرعه، هجيب حله زي دي كده درقتين بس. انا خلينا في الطريقه السهله اللي هتنجزنا في الوقت اللي بقى عندنا عشان يبقى بنتكلم بمصداقيه. حله على النار، واحط في الحله دي شويه ميه، واحط معاها بصل وكرفس وليمون اهو. حلو الكلام. واغطيها. اللهم صل على النبي. اهو على الميه دي ما تستوي طبعا او تغلي معايا، احط السلايز الليمون اللي معايا ده كده اهو، واحط سلايز وكرفس زي ده كده اهو، والليمون ده كله احطه. ركزوا معايا، شويه ملح، عايزك تبقى في المطبخ شطوره زي كده اهو، شويه ملح مع الليمون السلايز مع شويه قرفه ناعمين تاني علشان الفراخ تاخد طعمه القرفه. الفلفل الاسود اوعى تنسيه لانه السر العجيب في الفراخ المحشيه. ونسيب الفراخ ايه؟ ونسيب الميه تغلي اهو زي الفل. تمام، غطي الحله كده وسيبها تغلي. حلو الكلام. تعالوا نكمل الفراخ مع بعض. بجد والله هقول لك على حاجه، لو انت عندك عزومه وبنقول الحاجه غاليه، مش احنا بنقول الحاجه غاليه؟ لا، انت عندك عزومه حلوه زي دي كده، كل اللي انت هتعمليها تجيبي فرخه وتحشيها، مش لازم تشتري الجوز الحمام الغالي، مش لازم تجيبي الديك الرومي اللي ثمنه الشيء الفلاني، بس اتعبي عليها كده واشتغلي زي ما انا شغال كده دلوقتي اهو. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اهو ما نطلع كده بالتليفونات يا استاذه كريستين والصفحه بتاعتنا شيف ونص. حاضر يا فندم. طيب الصفحه. طيب حاضر يا باشا، انت الكبير تعمل اللي انت عايزه. والله لو قلت لي اطلع يا شيف هطلع. حلو. نقطعها كده. اسقيني شاي بالياسمين وانا اسكت. طيب ماشي حلو. تعالوا مع بعض نفرد الايه؟ الفرخه بتاعتنا الثانيه. بسم الله ونشتغل بقى. شفت بقى؟ هو ده. يلا يلا. تفرد معايا ازاي؟ تديني على طول. ما تجيش وتخبطيش الورك الصغير الدبوس، ما تجيش عليه بالمطرقه خالص عشان انا عايزه كده امسك منه الايه؟ الحمام واكل. اللهم صل على النبي. يعني مش قوي، يعني انا بخبط بحنيه برضه عشان ما اجرحهاش، ولكن الخبطه القويه دي بتديني ايه؟ مساحه. شايفين؟ اللهم صل على النبي. حلو قوي. خلصنا من الخبط. تعالوا الخطوه المهمه اللي جايه، هنجيب الورق الفويل بتاعنا. تعب. شغلانه وتعب والله. هنمسك كده الورق الفويل. اللهم صل على النبي، دي كفايه. حلو قوي يا عم الشيف. واخد واحده من دي كده اهي، اللهم صل على النبي، واحطها هنا كده، واشيل البلاستيك ده بالراحه وارجعها تاني على ورقه الفويل. يا نعم. يلا يا مدام مرفت، ازيك؟ ازيك يا ست الكل؟ عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله رب العالمين. كل سنه وانت طيب. الله يبارك لك وانت طيبه يا ست الكل. يا رب يخليك دايما كده منبهرين بحاجتك.
نعمين دايما منبهرين باللي انت بتعمله. الله يبارك لك يا ست كوزي. بجد والله تسلم ايدك. بتشوفي ليه بس فيا؟ ايوه امورين يا استاذه كريستين. بعمل ايه بقى؟ بتسيبني في حالي. عايزه بس اعرف اديته الرومي. لسه بنتكلم والله العظيم. انت بنت حلال يا ربي. ما لو عملنا الفراخ بالشكل ده مش محتاجه ديك رومي والله، وتبقى زي الفل الفراخ. عينيا اعمل لك الديك الرومي اهوت عشان المناسبات الجميله الحلوه اللي جايه لنا ديت. يا رب في مفاجآت معانا في راس السنه باذن الله. وتسلم ايدك يا استاذ. الله يسلمك. الله يسلمك يا رب يخليك. مع الف سلامه. اتفضلي يا اخت. مع الف سلامه. انا هنا الفراخ طبعا ما تنسوش ان انا تبلتها بالايه، بشويه توابل مع عصرة ليمون محترمة. ليه؟ عشان الجلد بتاع الفراخ واللحم الفراخ لما يتكرمل على النار يديني طعم. هاخد طبعا الخلطة دي كده. اللهم صل على النبي. اهو شفت بقى الجو ده كده. الله عليك. فين رامي؟ شوف الحمام الكذاب اهو. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. شايفين استاذ رامي المصور؟ اهو شايفين الجو ده كده اهو. واخد كده واللهم صل على النبي. شايفين الجو ده كده. واقفل من هنا كده بالراحه خالص. واقفل من هنا كده. شايفين الورك الدبوس هنا. اللهم صل على النبي. حلو قوي. نعمل واحده نخليها كده ولا نحطها في النار؟ نحطها في النار. نحطها في النار نكسب وقت. هناخد دي كده زي ما هي زي الفل. نفتح بقى الحله. لازم الميه تكون بتغلي. اوعى تحط دي في نار في ميه بارده هتفك منك. لازم الميه تكون بتغلي. افتح يا سمسم. اللهم صل على النبي. انزلي يا حمامه. حلو. نعمل واحده مع بعض تاني عشان اللي ما خدش باله من الاولى ياخد باله من التانيه. بعد ما بنفرد الفراخ مع بعض كده زي الفل، الجناح والدبوس لوحده، بنفرد تاني ورقه فويل. بسم الله الرحمن الرحيم. وناخد الايه؟ الدص فرخه ده. اللهم صل على النبي. تقولوا فخده ضاني يا اخوانا. ربنا مبارك ما الحلال. نشيل ده كده من هنا زي الفل. وتعالوا نحط الايه؟ الحشوه بتاعتنا. حد بيقول لي دلوقتي يا شيف طب الحشوه اللي هتفضل دي هتروح فين؟ يا سلام يا سلام يا سلام. شايفين الكبد والرز والدلع. اهم حاجه الحشوه تكون نص سوا او يعني تلت سوا. حلو الكلام. ونلف كده ونلف كده بالراحه بالراحه. اهم حاجه تتبيله الفراخ قبل ما احط الرز. ادي الجناح بتاع الحمامه اهو. ادي الجناح بتاع الحمامه. وادي الايه؟ الدبوس او الورك بتاع الحمامه. بس ورك سمين شويه. فرخه ما بتعمل حمامه مش بتعمل رجيم. هناخدها كده ونفردها اهو. يلا نلفها مع بعض. بالصلاه على النبي. بالصلاه على النبي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ما تجيش عند الجناح عشان مش عايزه تنيه. حلو الكلام. اساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري. دي جينا كده اهو. اللهم صل على النبي. وننيمه كده. ده الجناح وننيمه كده. ونيجي عند الورك نحسس عليه بالراحه كده. ونثبته كده. حلو الكلام. موضوع سهل خالص. تطلع معاك كده الفل. تعال فين المحله بتاعتي؟ حلة بتاعتي. الله دي فخده ضاني. فخده ضاني اهي زي الفل. استوي يا فراخ. اللهم صل على النبي. سيها بقى. دي طريقه. في طريقه تانية بس الطريقه دي انجاز. جوزك مستعجل وجاي العزومه على غفله وانت عارف المواقف اللي بتحصل ديت. نقعد نجري ورا بعضنا في الشقه. لا، حله بتغلي على النار فيها بوكيه جرنيه، جزر، كرفس، بصل، اللي عندك حطيه. اهم حاجه ملح وفلفل وقرفه، دول اهم حاجه. والميه تغلي تحط فيها الفراخ. الطريقه الثانيه بتجيب صينيه تحط فيها شيشه ميه وتحط اللي انا عملته ده كده في الصينيه وتدخلها الفرن. الطعم هنا بيختلف. طعمه الصينيه بتبقى احلى. الفراخ هنا بتتشوح تديك طعم الروستو. بس انا طبعا عشان شيف ونص مش اي حد، بعد ما بتستوي الفراخ بطلعها بعمل لها عمليه تبريد مفاجئ. اشيل السلفر بالراحه واحط معلقتين سمنه بلدي مغلفين ومتوجين بقرفه ناعمه مع رشه بابريكا حلوه وادخلها الفرن لمده 10 دقائق. هتتبلور وتاخد شكل برونزي جميل جدا واقدمها بنفس الطريقه. حلو الكلام. اي طريق هيوصل للهدف. عمل الفراخ محشيه مخليه نسميها زي ما نسميها، ولكن لكل اكله اسرارها. نعمل فراخ زي ما قلت لحضراتكم. اسرار الفراخ في الحشو بتاعها او الحمام القرفه الناعمه.
هي سيد الموقف هنا مع الفلفل الاسود الاثنين مع بعض. زي ما نرجع للزمن الجميل المطبخ بتاعنا الرز المعمر، سر الاكل ايه؟ فلفل اسود مجروش مش ناعم. فلفل اسود ناعم بيلون لك الرز، بيخلي لونه اسود وبيغير لون الحليب اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه لنا. ولكن فلفل اسود مجروش مع الرز يتفلفل، بعدين ننزل بالحليب اللي هو عياره 1:2، يعني 2 كوب حليب مع كوبايه ميه عشان تعملي برام رز معمر من المطبخ المصري الجميل. تعالوا مع بعض نشوف الفراخ اخبارها ايه. بتناديني؟ بتناديني ليه؟ هو ده. اللهم صل على النبي، اللهم صل على شويه الشوربه دول صعبانين عليا، لكن مش هسيبهم والله ابدا. خلينا نطلع الفراخ الاول. بسم الله الرحمن الرحيم، لسه هتخش الفرن. عندنا سلطه، اللهم صل على النبي. اهو هو ده الكلام. بسرعه كده يا شيف، ده كان زمان الفرخه بتاخد وقت في الفرن، انا هخليها هنا كده تبرد شويه. شويه الشوربه دولت الحلوين دولت هرجع بيهم للشوربه بتاعتي اللي انا بعملها ديت. في ايه على النار تاني يا عم الشيف؟ معانا في معانا شويه الرز، هم دول. شويه الرز دول مهمين جدا. الرز اللي هو ايه؟ هنغرفه مع الحمام اللي كان باقي من الحشوه، فاكرينه؟ ما ترميش ده، اوعى ترمي ده، انا ازعل منك. اهو هنسيبه على النار بيستوي. يبقى الرز بيكمل سواه، ومعانا كده طبعا الشوربه. تعالوا مع بعض نشوف الفراخ اخبارها ايه، نقشرها مع بعض كده عشان ادخلها الفرن. خلي دي هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا مع بعض، يلا نفتح كده ونصلي على رسول الله. شوف الفخده الضاني بتاعتنا عملت ايه. ما انا عارف بقى دلوقتي اللي جاي متاخر ويفتح التلفزيون على شاشه النايل لايف، جاي متاخر يقول لك فين الفخده الضاني؟ شيب بيضحك علينا ولا ايه؟ شيب بيكذب؟ طيب حلو الكلام. طبعا معانا النهارده فراخ محشيه بالقرفه، وعايزين نعرف فوائد القرفه غير السؤال الجميل طبعا اللي مجهزه لنا فريق الاعداد الجميل الاستاذه شيماء. عايزين نعرف مع الدكتور سعيد احمد سعيد استشاري التغذيه العلاجيه والسمنه. دكتور احمد ازي حضرتك؟ ازيك يا شيف احمد، اخبارك ايه؟ صديقي العزيز. ازيك يا حبيبي؟ وازيك حبيبي المهنة العزيز. طيب يا دكتور احمد اتفضل. الناس اللي عندهم كالسيوم في الجسم، حلو الكلام، الكالسيوم نوع من انواع المعادن زي الحديد، مظبوط ولا لا؟ فعايزين نعرف من حضرتك التغذيه السليمه للناس اللي عندها كالسيوم في الجسم كتير بنسبه اكتر، زي بنعرف كمان فوائد القرفه علشان احنا اكلنا النهارده شوربه فيها قرفه، حشوه الرز للحمام بتاعنا فيها قرفه. لا ده جميل جدا، اسئله جميله. انا عازمك على الاكل ده النهارده. لا ده انت اخرك ما يفوتش يعني. ماشي يا دكتور. عموما يا شيف احمد انت سالت سؤالين. ناقص الكالسيوم. ناقص الكالسيوم. اعمل ايه؟ الكالسيوم في الجسم، احنا عاوزين نعرف لجمهورنا العزيز وحضرتك ازاي ايه الكالسيوم ده؟ الكالسيوم ده يا جماعه بيبقى مكون رئيسي من مكون الهيكل العظمي، يعني الكالسيوم ده بيلعب دور كبير قوي في تكوين الكثافه العظميه للجسم. طيب انا دلوقتي بتكلم على الكالسيوم، الكالسيوم ده بيهمني في خاصه في اثناء فتره النمو الجسم وفتره البلوغ. بيهمني جدا اللي هو يكون وجود الكالسيوم. حلو. طيب انا دلوقتي لازم اعرف الجمهور العزيز الكالسيوم ده انا بخسره ازاي اثناء اليوم، بخسره ازاي؟ بخسره بثلاث اشكال، الشكل الاول على شكل العرق. الشكل الثاني في البول، والشكل الثالث في البراز. يبقى انا بخسر الكالسيوم في ثلاث اشكال يوميا. يبقى انا كده لازم الساده الجمهور يقولوا يا دكتور احمد طب احنا نعوضه ازاي؟ لازم اعوض الكالسيوم بطريقه كافيه يوميا، ان احنا ناخد المصادر الكالسيوم اللي انا هذكرها كمان شويه. لو احنا ما خدناش نسبه الكالسيوم اليوميه المهمه عشان نعوض فقدانه، ايه اللي بيحصل يا شيف احمد؟ اللي بيحصل انت بتعمل بطريقه غير مباشره تنشيط الغده الدرقيه. تنشيط الغده الدرقيه، فالغده الدرقيه بتطلق هرموناتها اللي بتحفز على اطلاق الكالسيوم من العظام. انت كده بتقلل من ايه؟ الكثافه العظميه. يبقى انت كده خدت من الكالسيوم، حذفته في العرق والبول والبراز، وخدت ولو انت ما خدتش مصادر الكالسيوم زي الساده الجمهور بقول لهم، يبقى انت كده ايه؟ عملت تنشيط الغده الدرقيه تحفز هرموناتها اللي هي تاخد ايه؟ الكالسيوم من الايه؟ الكثافه العظميه، وده طبعا احنا مش عاوزينه. حلو. طيب ايه النقطه الثانيه؟
اللي هي اللي احنا نحاول ناخد بالنا منها، ان الكالسيوم مشكلته في النقص ايه هو؟ اللي انا ببعد عن مصادر الكالسيوم اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. ازاي ايه مصادر الكالسيوم اللي انا اهتم بيها؟ اول حاجه الناس بتيجي تقول لك مصادر الكالسيوم مصادر الالبان، لا اقول لهم ده مصدر من مصادر الكالسيوم لكن مش اقوى مصدر. اقوى مصدر ايه للساده الجمهور؟ في مصدر حيواني ومصدر نباتي قبل مصدر ايه؟ اللبن والايه ومنتجات الالبان. طبعا هفاجئ الجمهور العزيز ان اقوى مصدر للكالسيوم على وجه البسيطه كلها ربنا خلقه لنا السردين بعظمه. حلو، السردين بعظمه يعني اكل سمك السردين وقرقشه عظمه اقوى مصدر كالسيوم على وجه البسيط. طيب المصدر النباتي لحضرتك انت بقى تقولي المصدر النباتي، اجي اقول لك المصدر النباتي اقوى مصدر نباتي اللي هو البروكلي. البروكلي حفره البروكلي للساده المشاهدين يكونوا فاهمين ان كميه الكالسيوم في حفره البروكلي دي بمقام 6 لتر لبن، يبقى كده بديك نسبه كالسيوم مركزه ومنها بقللك السعرات الحراريه انت تاخدها طبعا في التكييف ولبن 6 لتر لبن. تمام. ثالث نقطة بنيجي لنقطة ايه؟ الألبان والزبادي والحاجات دي كلها طبعا فيها نسبة كالسيوم عالية وفيها اللين بتاع اللبن. طيب نيجي نقول تاني نقطة اللي احنا كمان ناخد بالنا من ضرورة امتصاص الفيتامين د عشان هو تقيل يا شيخ احمد انك تاخد الكالسيوم تدخله مين؟ الهيكل العظمي. الفيتامين د اللي موجود فين؟ موجود في اول مصدر اللي هو اشعة الشمس، اللي انت لازم تعرض نفسك لاشعة الشمس يوميا. طيب ايه النقطة التانية؟ اللي هو زيت السمك والالبان بيبقى فيها فيتامين د. وناخد بالنا كمان ان صفار البيض، بس صفار البيض هنا سلاح ذو حدين، بيديك فيتامين د بس في نسبة كوليسترول عالية جدا اللي هي 271 كوليسترول. ان صفار البيض بقول للساده المشاهدين صفار البيض فيه كمية كوليسترول بمقام كوليسترول فرخة، احنا مش بنتكلم على الكالوريز، نتكلم على الكوليسترول. نتكلم على ثالث نقطه في موضوع الكالسيوم، يعني بتزود نسبه الحرق في الجسم. يعني دلوقتي انا باجي ادي في وصفات طبعا حرق الدهون بندي فيها نسب القرفه، اذا كان عيدان القرفه انت عارفها او القرفه البودره. القرفه البودره دي سريعه ايه الذوبان وسريعه اللي هي اخذها، لكن القرفه اللي هي العيدان دي نيجي نقول للمرضى انعوها في اليوم لمده 24 ساعه وبعد كده نشربها. القرفه حلو يعني نقطه. حلوه دي الغزل الحباب، عسل يا استاذ كريستين والله فعلا هو يتغازل. لا ما تزعليش منك، بجد انا عايز راضي حكمك انت، ده حمام ولا فراخ؟ برضه مصممه. طيب تعالي نغرفه بسرعه. بس انا هغرفه طبعا، يعني في شويه رز عندي حلوين كده، الباقي من الحشو. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. الرز بالكبد والكلاوة عارفينه. يا سلام بقى لو في شويه مكسرات هنا، شويه زبيب، اوعى وشك. ما تنساش لجوزك حط له قرن فلفل في الرز ده عشان ياكل ويدعي لك. حمام، اللهم صل على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم. حالا خلاص والله خلصت، هرفع جوز الحمام دولت ونغني الحلقه بتاعتنا. واحنا بنحط الحمام في السرفيز الجميل ده كده، هنقول لحضراتكم معلومة بسيطة جدا، خش مطبخك بحب بعون الله بعون الله، الفراخ هتبقى ديك رومي. الله، هو ده هو ده. شايفين مع حضراتكم مع بعض عملنا النهارده من المطبخ المصري الجميل، عينيا الاثنين، عملنا من المطبخ المصري الجميل، مش محتاج برزنتيشن خالص، الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. عملنا الفراخ بشكل حمام، ادي الجناح بتاع الحمامة يا عم ابراهيم، وادي الورك بتاع الحمامه او الرجل بتاعتها، ومعانا شوربه الهرع العسلي، ومعانا سلطه البنجر بالخاص.